السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو التاني في سلسلة ديسكفر في المنهج بتاعنا. قلنا ديسكفر هو اللي منهج محيط بالطفل، عايش ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي. الموضوع مش صعب جدا جدا. فالنهارده احنا خدنا الفيديو اللي فات عن سكول، المدارس او المدرسه على مستوى العالم. النهارده هناخد يور بادي، جسمك، وهنعرف ايه اهميه جسمك، وهنشوف الفيديو بيتكلم عليه، وهنعمل كل حته زي المره اللي فاتت، وهنشرح جزء بجزء. توكل على الله. طبعا انا بقول لك جسمك is amazing، يعني رائع جدا جدا جدا، مفيش اغلى طبعا من الجسد والصحه. It helps you to walk, work, and play. It helps you to eat, read, listen, and learn. It's important to protect your body. طبعا لو لاحظت حاجة في المنهج بتاعنا المصري، دايما بتكلم عن الأكل الصحي وجسمك والعناية بجسمك والأكل الصحي، لأن ده منهج دولي زي ما قلنا. أنا بقول It helps you to walk, work, and play. جسمك بيساعدك عشان تتحرك، تشتغل، وتلعب. It helps you to eat عشان تاكل، أسنانك، read، تقرا، listen، تستمع، and learn، تتعلم. It's important to protect your body. وده مهم جدا جدا، وده اللي بركز عليه المنهج الجديد. مهم جدا جدا تحافظ على جسمك، وهنعرف هنا في الفيديو ده ازاي نحافظ على أجسامنا. How does your body help you? How do you protect your body? Discover. تمام، هنا بقول لك ازاي جسمك بيساعدك وازاي نحافظ عليه، وده موضوع الفيديو. بقول discover، اكتشف بقى نفسك. Now read and discover more about your body. Chapter 1. Your skin and hair. أول حاجة بدأ إيه؟ Your skin. Skin يعني جلد. بتعلم معاني كتيرة جدا جدا. لو عاوز تعرف معاني جديدة، skin يعني جلد، hair يعني شعر. تعال نشوف هيتكلم عليهم إزاي. You have skin everywhere on your body. Your skin helps you to touch things. It helps you to know when things are hot or cold. Skin stops dirt getting into your body. It stops water getting into your body when it's raining and when you swim. تمام، هنا بيقول لي you have skin everywhere on your body. طبعا انت عندك جلد في كل اجزاء جسمك، من عند صبعك لعند شعرك. Your skin helps you to touch things. جسم الجلد هو المسؤول عن عملية اللمس. It helps you to know when things are hot or cold. بيعرفني امتى اعرف ان ده سخن وده بارد، عن طريق الايه؟ الجلد. Skin stops dirt getting into your body. يعني ايه؟ بيقول لي جلدك بيمنع dirt يعني القذارة تخش جسمك من جوه، لان هو الحامل الاول. يعني تحت الجلد ده في اعصاب، في وصلات عصبية، في شرايين، شعرات دموية، ليلة كبيرة جدا جدا. طيب it stops water getting into your body when it's raining and when you're swimming. بيمنع المية تخش جسمك لو ما بتعمل swimming سباحة أو الجو مطر عليك. Hair grows out of your skin. Hair on your arms and legs stands up when you're cold. This stops your body getting too cold. Your skin makes sweat when you're hot. This stops your body getting too hot. تمام، هنا بقول لي hair grows out of your skin. الشعر بينمو خارج الجلد مش جوه، بره زي ما انت شايف كده. عندنا شعر في ايدينا وفي رجلينا وفي كل مكان. Hair on your arms and legs stands up when you are cold. شعرك بيقف
لما تكون الجو برد جدا جدا تحس ان شعرك كده واقف اللي في ايدك وفي رجلك وهكذا. This stops your body getting too cold. ده بيمنع جسمك ان هو يحس ببروده، بيدفي شويه. Your skin makes sweat when you are hot. جسمك بيحاول يدفي او يعمل معادله لما جسمك يكون حران، بيديك رطوبه شويه. يعني العكس، لو الجو برد بيخلي فيه حراره، لو الجو حراره بيخلي فيه برد. This stops your body getting too hot. ده بيمنع جسمك ان هو يشعر بحراره. تمام؟ حاجه مهمه جدا جدا. Protect your body. Wash every day so you can get dirt and sweat off your skin and hair. طبعا بقول لك احمي جسمك. Wash every day يعني اغتسل كل يوم لو تقدر، يعني تحمي جسمك من الايه؟ من القذارة تخش جلدك وشعرك. اول طريقة washing، الاستحمام. Chapter 2 Your bone. خلصنا الجلد والشعر، ادخل your bones، عظام. عظامك اسمها كده bones مش bones، زي عظمة الركبة knee والبون الكوع. There are bones under your skin. These bones make your skeleton. Your skeleton helps you to stand up. طيب هنا بقول لي there are bones under your skin، موجود عظام كتير جدا تحت الجلد بتاعك. These bones، هذه العظام، make your skeleton، هي اللي بتعمل الهيكل العظمي. كلمة skeleton يعني هيكل عظمي، اسمها كده skeleton مش skeleton، أخدناها في كورس الكونكس أو إن ما بنطقش الأو. skeleton. Your skeleton helps you to stand up. الهيكل العظمي ده بيساعدك تقف على رجليك، تتحرك يعني. نكمل. اسمع النقطة بس. There are joints in your skeleton too. Bones meet at joints. Elbows and knees are joints. Joints help you to move. Knee joints help you to jump and kick. A baby help you to jump. طيب هنا بقول لي there are joints in your skeleton. كلمة joints معناها مفاصل، المفاصل اللي هي بين الكوع والدراع، الايد، الكف، والدراع، الركبة، والرجل. عارف المفاصل طبعا. Bones meet at joints. Joints البوز and knee are joints. يعني ايه؟ يعني العظام بينها وبين بعض مفاصل، وكمان الكوع البو and knee are joints، مفاصل، دي كلها مفاصل. Joints help you to move، لو من غيرها مش هنعرف نتحرك. Joints help you to move، تحرك. Knee joints help you to jump and kick، المفاصل في الركبة أو مفصل الركبة ده بيساعدك تتحرك تقفز فوق، لأن لو رجلي كلها قطعة واحدة مش هعرف أتني رجلي ولا هعرف أتني دراعي وهكذا. مش عارف انا هعرف هينفع اصغر ولا مش هينفع اصغر. طيب بص كده معايا، دي كده مفصل، ايدك دي هنا في مفصل، وبين الكوع وايدك مفصل، ورقبتك في مفصل، ورجلك نفس الحكايه، دي كلها بتساعد نعمل حركه. لو دي كلها صلبه كده مش هعرف احرك ايدي، دي كلها ايه؟ مفاصل. دي كلها مفاصل. نكمل. And kick. A baby has small bones. Bones grow and they make you big and tall. بقول لي كمان البيبي عنده عظام صغيرة. العظام دي bones grow and they make you big and tall. بتخليك تكبر وتخليك طويل. كل ما هي تكبر جسمك بيكبر معاها. لكن احنا عارفين عظام البيبي لينة جدا جدا جدا. عشان كده لا قدر الله واحد عنده إصابة، عنده التواء، بيكسر المكان ده ويتجبس، وسهل جدا ان هو يرجع يكون بشكل افضل احسن ان يكون كبير. الكبير العظم بيكون ايه؟ صلب وصعب جدا. This
Your bones stop growing when you are about 20 years old. Then there are 206 bones in your body. بقول لك خد بالك عظامك بتتوقف عن النمو لما يكون عندك 20 سنة خلاص. Then ثم there are 206 bones in your body. وقتها بيكون عندك 206 عظمة في جسمك. معلومات مهمة جدا جدا جدا. Protect your bones. When you ride a skateboard, wear pads to protect your bones and joints. Wear a helmet to protect your head too. زي ما انا قلت بالظبط زي ما انا قلت بالظبط منهج ديسكفر هتلاقيه موجود عندك في المنهج. الناس اللي عندها طفل سنه رابعه هتعرف ده كويس. الدرس ده احنا اخدناه في الانجليش ان تلبس خوذه وانت راكب دراجه وانت بتلعب علشان تحمي جسمك او راسك من الخبط. اهو نفس المنهج الدولي اهو. والديسكفر يبقى الديسكفر نستغنى عنه في رابعه وخمسه وثالثه لان اصلا موجود في فين في المنهج بتاعنا. بيقول لي protect your bones when you ride a skateboard. احمي جسمك لما تكون راكب لوح التزلج ده. Wear bats to protect your bones and joints. Bats اللي بتاع هي على الركبه دي اللي قدامك دي عشان لو وقعت على ركبتك بتمتص الصدمه. And wear helmet up to protect your head too. البس خوذه كلمه helmet يعني خوذه علشان تحمي جسمك تحمي راسك من لو وقعت عليها لا قدر الله وانت بتلعب. Chapter 3 Your muscles. بعد كده عضلاتك. Your muscles. السي هنا silent. Your muscles. مش muscles. Your muscles. تعال نشوف نحميها ازاي. Helps your bones and joints to walk, run, dance, and jump. Muscles. Muscles pull your bones to move your body. Muscles in your legs help you to ride a bicycle. Muscles in your arms help you to row a boat. طيب بعد كده بيقول لي what helps your bones and joints to walk. اللي بيساعد العظام والمفاصل بتساعدك عشان تمشي. Run تجري dance ترقص and jump. طيب muscles muscles pull your bones to move your body. العضلات بتخلي بتدفع عظامك ان هي تتحرك. لو ما عنديش عضلات مش هتحركني مش هتديني قوه ان انا اتحرك. muscles in your leg help you to ride a bicycle. العضلات في رجلك بتخليك تركب العجله وتبدل. لو مش عندك عضلات مش هتعرف تبدل. muscles in your arms help you to row a boat. العضلات في دراعك بتخليك تقدف تجديف يعني في زي ما انتم شايفين اللاعبين دول لو مش عندهم عضلات يبقى مش هيعرفوا. There are more than 600 muscles in your body. موجود 600 عضله في جسمك. طيب وخدناها في منهج سنه ثالثه ورابعه ازاي نكون عضلات ناكل بروتين. احنا خدناها في سنه ثالثه البروتين بيعمل muscles عضلات والكربوهيدرات بتديني فايبر و الفروت اند فيجيتابلز بتديني نوتريانتس عناصر غذائيه والميه water take nutrients from the food to our body. والميه بتاخد العناصر الغذائيه من الجسم توديها للجسم ايه من اكل الجسم كله. ده كله درسناه في المنهج عشان تعرف بس ده منهج دولي. There are more than 600 muscles in your body. 600 عضله في جسمك. Running, swimming, dancing, and riding a bicycle are types of exercise. Exercise makes your muscles, bones, and joints strong. Your heart is a type of muscle. Exercise makes your heart strong too. Protect your body. Do exercise every day.
What is your favorite type of exercise? طيب انا بقول لي running, swimming, dancing and riding a bicycle are types of exercise. بقول لي الجري, swimming, السباحة, dancing, الرقص and riding, ركوب الدراجة, riding a bicycle are types of exercise. دي كلها مجالات بنتمرن فيها. Exercise makes your muscles, bones and joints strong. العضلات التمرين عامة بيخلي عضلاتك وعظامك ومفاصلك قوية. Your heart is a type of muscle. قلبك عضلة من أنواع العضلات اللي في جسمك. وعارفين القلب عضلة قوية جدا جدا عشان بتضخ الدم لجميع أجسام ده جسمك وتعمل دون كلل أو ملل، فلازم يكون عضلة قوية. Exercise makes your heart strong too. التمارين بتخلي قلبك قوي، عشان كده دايما المنهج الجديد بيتكلم لازم اكسرسايز اكسرسايز، وبقول لك اهو في الصيف اهو لازم تخلي ابنك يكون عنده رياضه تجهده في الصيف، هينام بدري، هياكل كتير جدا جدا، هيطلع الطاقه السلبيه اللي عنده، هتقوي عضل القلب عنده، تمام؟ Protect your body, do exercise، اعمل تمارين every day كل يوم. What's your favorite type of exercise? بيسألك ايه هو نوع التمرين المفضل لديك يا بطل؟ والبقى my favorite exercise is مثلا lift weight، رفع الاثقال، play football، play tennis وهكذا. شوف انت عايز ايه وتتكلم فيه. طيب نكمل. Chapter 4 Your eyes and ears. What is your favorite type of exercise? Chapter 4. Your eyes and ears. Your فصل الرابع بيقول لك عينيك وأذنك. مالها بقى؟ تعال نشوف. Eyes help you to see the world around you. They open and close many times every day. This is called blinking. When your eyes blink, they wash dirt out of your eyes. At night, your eyes close so you can sleep. طيب هنا بقول لي your eyes and ears. Your eyes help you to see the world around you. العينيك بتخليك تشوف العالم من حولك، تشوف كل حاجه. كلمه blinking اللي فوق دي معناها ترمش يعني. They open and close many times every day. يعني هي بتفتح وتقفل مرات كتيره جدا جدا كل يوم. لو واحد عنده الخاصيه دي بسرعه بيعملها بسرعه اسمها blinking اللي هي الرمش. This is called blinking. When your eyes blink, لما عينك ترمش, they wash dirt out of your eyes. بيدفعوا أو بيغسلوا بيدفعوا القذارة خارج عينيك. تقفل يعني التراب داخل عينيك ولا حاجة أو هوا بتروح قافل عشان تمنع ده. At night, في الليل, your eyes close so you can sleep. بتقفل عشان كده بتنام بالليل. Discover! Eyes blink about 15 times every minute. Your ears help you to listen to music. They help you to listen for cars in the street. Your ears can hear things when you sleep too. طيب هنا بقول لي your ears help you to listen to music. طبعا ودانك بتسمح لك تسمع اي حاجه، قران كريم، تسمع شرح، تسمع ماما، تسمع بابا، تسمع ميوزك دلوقتي. They help you to listen for cars in the street. تسمع العربيات في الشارع لو حد جاي عليك تسمع صوته. Your ears can hear things when you sleep too. وانت نايم حتى بتسمع الاصوات وانت نايم. Protect your eyes and ears. On sunny days, wear sunglasses to protect your eyes. Don't listen to very loud music. It's bad for your ears. طيب هنا بقول لي protect your eyes، بينصحني بقى عينيا. On sunny days،
wear sunglasses to protect your eyes. لو ماشي في الشمس البس نظارة علشان ما عينك ما تكسرش. Don't listen to a very loud music. ما تسمعش موسيقى عالية. It's bad for your ears. هذا وحش جدا لأذنك. Chapter 5. Your nose and mouth. بعد كده الأنف الأنف والبق بتاعك. You breathe through your nose and mouth. Your nose and mouth take air into your body. You breathe about 15 times every minute. Discover! After exercise, your breath through your nose and mouth. بتتنفس من أنفك وبقك. Your nose and mouth take air into your body. الأنف والبق بياخدوا ثاني أكسيد الكربون من جسمك العبر. Your breath about 15 times every minute. بتتنفس أكتر من 15 مرة في الدقيقة. After exercise, people breathe fast. They can breathe 40 times every minute. ليه بقى؟ ليه الناس لما تكون بتتحرك في تمرين بيكون التنفس أكتر؟ لأن الجسم بيحتاج أكسجين أكتر وطاقة أكتر فبتسرع عملية التنفس. People breathe fast. They can breathe 40 times every minute. Your nose helps you to smell things. Your mouth helps you to talk and eat. Your teeth bite food so you can eat it. Your body uses food to live and grow. Protect your teeth. Brush your teeth after breakfast and after dinner. And don't eat lots of candy and grow. طيب انا بقول ايه؟ Your nose helps you to smell things. Your mouth helps you to talk and eat. مناخيرك او انفك بتساعدك تشم الحاجات. وبقك بيساعدك انت تتكلم وتاكل. Your teeth bite food so you can eat it. سنينك بتساعدك تقضم. كلمة bite يعني يقضم، ياكل قضمة يعني من الطعم. Your body uses food to live and grow. الأكل ده انت تاكله جسمك بيستخدمه عشان يكبر وينمو. بعد كده بقول لي protect your teeth، احمي أسنانك. Brush your teeth after breakfast. اغسل سنانك بعد الفطار. And after dinner بعد الغداء أو بعد العشاء. And don't eat lots of candy. ما تاكلش حلويات كتير. Brush your teeth after breakfast and after dinner. And don't eat lots of candy. Chapter 6. Your brain. Do you know how you read these words? Your brain tells you what your eyes see. Your brain tells you what you see, hear, and touch. It tells your muscles when to move. It helps you to write, speak, draw, and do puzzles. Your brain is amazing. طيب هنا بقول لي your brain، طبعا عقلك او مخك. Do you know how you read these words؟ انت بتعرف ازاي بنقرا الكلمات دي؟ Your brain tells you what your eyes see. مخك بترجم اللي عينك شافته. Your brain tells you what you see، اللي شفته، hear، اللي سمعته، and touch، واللي لمسته. خدناها في الصف الرابع من العلوم. ان في هنا اشارات لما انت مسكت تمسك حاجه سخنه على طول ايدك او جلدك يبعت الوصلات العصبيه اشاره، خلاص تبعت للمخ اشاره تقول له المخ يترجم ده يعني ده حاجه سخنه، شيل ايدك بسرعه. فثانيه في جزء من الثانيه تشيل ايدك بسرعه، ده كله بيحصل فيه حاجات سريعه جدا. It tells your muscles when to move. بيخبر عضلات تتحرك. It helps you to write. بيساعدك ان انت تكتب، speak،
تحدث draw ترسم and do puzzles بتحل الايه البازل. Your brain is amazing مخك رائع جدا جدا جدا. Speak draw and do puzzles. Your brain is amazing. Your brain is amazing. كمل Your brain works all day and at night when you sleep. At night, it makes you breathe and it makes your heart work. At night, your brain helps you to remember things that you will learn in the day. Protect your brain. Wear a helmet when you ride a bicycle. Chapter 7. Getting sick. نرجع تاني. هنا Chapter 7. بيقول لي هنا your brain works all day and at night when you sleep. مخك شغال ليل نهار حتى وانت نايم. At night, بالليل, it makes your breath and it makes your heart work. بيخلي مخك نفسك شغال وقلبك شغال. At night, your brain helps you to remember things that you learn in the day. وقت النوم مخك خليك تفتكر كل حاجة. ما بيجيش التفكير ده إلا وقت النوم بالظبط. عشان كده تقعد ساعة أو ساعتين لما تنام. Protect your brain, احمي مخك ازاي بقى؟ Wear a helmet. طبعا المخ جوه الراس جمجمة. ربنا حميك جمجمة. وأنت كمان تلبس عليه هيلمت خوذة. A helmet when you ride a bicycle. لما تركب دراجة. Protect your brain. Wear a helmet. Wear a helmet. Chapter 7. Getting sick. بعد كده لما تكون عيان نعمل ايه بقى؟ Do you get sick? Germs are things that can make you sick. Germs can get in your body when you breathe and when you eat. Germs can get in your mouth from your fingers too. Some germs get in your body when you get a cut in your skin. Wash your hands with soap and water to get germs off your fingers. Wash your hands when it's time to eat, after you go to the toilet, after you touch animals, and after you play outside. Stop germs. There are germs in a sneeze. Catch sneezes in a tissue. Then throw the tissue in a wastebasket. Animals, and after you play outside, fingers when you get a cut in your skin. هنا بقول لي getting sick. Do you get sick? انت بتعرق يعني. Germs are things that can make you sick. الجراثيم حاجات بتخليك تعرق تتعب يعني. Germs can get in your body when you breath. الجراثيم بتخش جسمك لما تتنفس. And when you eat لما تاكل. Germs can get in your mouth from your fingers. بتخش بقك عن طريق صوابعك. Two, again. Some germs get in your body when you get a cut in your skin. لما يجي خربشة في جسمك زي كده بيدخل فيها الجراثيم. وخدناها سنة رابعة نتعلم على الطريقة ازاي. الصفحة الأولية. طيب نكمل. بقول لي عشان أحمي بقى أعمل إيه؟ Wash your hands with soap and water to get germs off your fingers. لازم تغسل إيدك بالمية والصابون وتخلي الصابون على إيدك 20 ثانية. جاي من برة مسكت حاجة بتلعب لازم تغسل بالصابون. Wash your hands when it's time to eat. قبل ما تاكل لازم تغسل إيدك. After you go to the toilet بعد الحمام على طول. After you touch animals لما تلمس الحيوانات. And after you play outside, ولما تلعب في حديقة المنزل في الخارج لازم ترجع تغسل إيدك. Wash your hands with soap and water to get germs to eat. Animals, stop. طيب إيه كمان؟ stop germs. لازم توقف الجراثيم. There are germs in a sneeze. موجود جراثيم في العقصة بتاعتك. Catch sneeze in a tissue, then throw the tissue in a waste
pick a waste basket. بقول لي الجراثيم موجوده حاجه في العطسه بتاعتك، ما تعطسش في مكان فيه ناس، وما تسيبش العطسه تخليها تنتشر في المكان لان فيها رذاذ وفيها جراثيم. بقول لك هات منديل واحبسها جوه المنديل زي ما الراجل ده بيعمل، وارمي المنديل في سله الزباله ويست باسكت او سله المهملات، مش تعطس في ايدك ولا تعطس في مكان تضر الناس اللي حواليك، ولازم تعلمها لابنك. Germs. There are germs in a sneeze. Catch sneezes in a tissue. Then throw the tissue in a waste basket. Chapter 8. بعد كده protect your body. احنا جسمك عامة نعمل ايه بقى؟ Protect your body. Eat food that's good for you. Good food helps your bones to grow. It makes you strong and it stops you getting sick. بقول لك eat food that's good for you. يا شباب اللي ما بتاكلوش الاكل، احنا بناكله عشان نعيش مش عشان يعني هو يقول لك انا مش واكل، انا ما بحبش البيض، انا ما بحبش اللبن، ما بحبش اللحم. احنا مش بناكل متعه، احنا بناكل علشان نعيش، عشان نعرف نعبد ربنا ونذاكر ونتحرك ونعمل اشغال. good food helps your bones to grow. الاكل الكويس بيساعد جسمك ان هو ها ينمو او عظامك. it makes you strong، بيخليك قوي. and it stops you getting sick، وبيمنعك من المرض. المناعه بتيجي من طريق الاكل الكويس، والمناعه بتحارب المرض فما بتعياش كتير. ولازم ناكل اكل كويس، والمنهج الجديد بيتكلم عن الموضوع ده كتير جدا جدا جدا. healthy food وان هيلثي فود. There's lots of water in your body. You lose water when you go to the toilet and when your body makes sweat. Drink water every day to protect your body. Go to the doctor when you get sick. And go to the dentist every year. Do exercise every day. It's good to do exercise and it makes you happy. It's good to sleep when you are tired too. It's important to protect your body. طيب بقول لك there's lots of water in your body. موجود جسم ميه كتير جدا جدا في جسم. You lose water when you go to the toilet and when your body makes sweat. يعني ايه؟ يعني بتفقد ميه كتير لما تخش الحمام ولما تعرق. Drink water every day to protect your body. لازم تشرب ميه كبيره جدا، كميه كبيره جدا جدا. Go to the doctor when you get sick. روح للطبيب لما تشعر بالتعب. And go to the dentist every year. روح لدكتور الاسنان كل سنه حتى لو ما عندكش حاجه، افحص. Do exercise every day. العب تمارين كل يوم. It's good to do exercise and it makes you happy. التمارين بتخليك مزاجك عالي. وانا عملت بوست احيانا دلوقتي وانا بسمع الفيديو ده وبترجم فيه، عملت بوست على صفحتي، هسيب لكم الرابط تحت في التعليق في الوصف، عشان كنت بقول لازم تخلي ابنك يلعب رياضه. ده بيخليه يحسن مزاجه وبيخليه ياكل كتير وبيهده شويه ينام بدري وما يلعبش مع اصحابه واخواته طول النهار يضرب فيهم، وبيحسن التفكير والتحصيل الدراسي بتاعه. It's good to sleep when you are tired too. لما تحس بالتعب لازم من الجيد ان انت تنام. It's important to protect your body. انه من الجيد جدا جدا تحمي جسمك. Oxford Read and Discover Level 4. طيب كده خلصنا الشابتر ده، اتكلم عن جسمي، عضلاتي، عظامي، جلدي، شعري، عيني، اذني، اسناني، بقي، وازاي احمي ده كله. المنهج ده ممتاز جدا جدا، ده اللي احنا بندرسه على الجامعه، ده اللي احنا بندرسه لو واخدين بالكم من المناهج. نهتم بده كويس جدا جدا، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.